والآن دعونا نبدأ الجلسة بكلمة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والتي توضح فيها إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي ودوره في تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، فلتتفضل. شكرا جزيلا أستاذة آية، وأهلا ومرحبا بالسادة الوزراء والحضور. يمكن موضوع الجلسة النهاردة هو تعقيبا على ما قام به دولة رئيس الوزراء بالأمس، وأيضا فخامة الرئيس في طرح ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية مختلفة. ويمكن دور الجلسة النهاردة هو الوقوف على جزء من التمويلات المتاحة ليس فقط للدولة المصرية، ولكن أيضا للقطاع الخاص بمختلف أحجامه، لأن القطاع الخاص زي ما تفضلت آية في الشركات الكبرى، في الشركات المتوسطة والصغيرة، وفي أيضا شركات ريادة الأعمال. والحقيقة في تمويلات متاحة من شركاء التنمية سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين لهذه الشركات. نقطة مهمة قبل ما أبدأ العرض في أنه نوع هذا التمويل هو بديل عن تمويلات أخرى، التمويل من شركاء التنمية سواء كانوا زي البنك الدولي ومعنا حضور منهم، أو مؤسسة التمويل الدولية أو الاتحاد الأوروبي أو الجهات الفرنسية أو الأمريكية. كل هذه التمويلات بتكون منخفضة التكلفة، معناها أنها على فترات زمنية طويلة، وبالتالي بنسميها تنموية لأن المشروعات التنموية يعني بطبيعتها هي طويلة الأجل. وأيضا في فترة سماح، لأن فترة السماح بتتيح للمشروع أنه هو يقدر يقوم قبل ما يبقى فيه عوائد ملموسة منه، وبتبقى منخفضة التكلفة، فسعر الفايدة اللي مطلوب من المؤسسات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص بمختلف أنواعها بتكون أقل من وأقل بكثير من العوائد أو الانترست ريتس أو أسعار الفايدة التجارية. فدي طبيعة الشراكات الدولية التي نقوم بها مع هذه المؤسسات. والنهاردة شفنا صباحا وثيقة تخارج الدولة من قطاعات مختلفة، وده بيتيح مجال للقطاع الخاص، وهيبقى مطلوب من القطاع الخاص توفير سبب تمويل مختلفة، وأحد هذه التمويلات بتكون من مؤسسات التمويل الدولية. سريعاً، التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ويمكن عايزين نخرج من هذه الجلسة ببعض المصطلحات، لأنه إحنا بنتكلم على المستقبل هنبقى بنتكلم على توصيات لتعزيز تعاون دولي، لتعزيز تمويل إنمائي، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لأنه طبعاً هذا القطاع بمختلف أحجامه بمختلف شركاته يعتبر محرك رئيسي للنمو الاقتصادي. هنا حبيت أوضح محفظة التمويل لمشروعات جارية في الدولة المصرية. المشروعات الجارية بتمويل تنموي للدولة المصرية، ومشروعات جارية يعني مشروعات ما زالت في يعني يقوم العمل عليها ولم تنتهي بعد. أستاذن حضرتك معالي الوزيرة، نستقبل الآن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. تفضلي معالي الوزيرة. يعني امبارح دكتور مصطفى في عرضه أوضح كثير من المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية، مشروعات تنموية في قطاع النقل، في قطاع الإسكان، في قطاعات الزراعة، الري وغيرها كثير. توفير التمويلات التنموية المنخفضة التكلفة للقطاع الحكومي في الوقت الحالي أو في الدولة بقطاعاتها المختلفة تقريباً المحفظة 23 مليار دولار، والمحفظة الجارية للقطاع الخاص من هذه التمويلات 7 مليار دولار في 2020 و2021، ودي كانت سنوات صعبة جداً في إتاحة التمويلات على خلفية، وهنتكلم على الموضوع ده من أصدقائنا من القطاع الخاص اللي موجودين، على خلفية العمل الجيد والرؤية الواضحة من الدولة المصرية قدرنا في سنتين صعبين جداً في التمويلات، لأن كان في كوفيد وكان في طبعاً تكالب من دول مختلفة على هذه التمويلات. في 2021 كان في 10.2 مليار دولار إضافي، 1.5 منهم للقطاع الخاص،
في 2020 كان في 3 مليار دولار للقطاع الخاص. وخليني هنا أركز على أنه القطاع الخاص بيتأتى له التمويلات من أكثر من آلية. في بتبقى زيادة في رأس المال، وعندنا نماذج من الشركات اللي بيزيد رأس مالها من مؤسسات تمويلية، في بتبقى قروض مباشرة، في بتبقى ضمانات، وهنتكلم برضو على نماذج مهمة من الضمانات من المؤسسات التمويل الدولية، في إتاحة سندات، وفي أيضا بتبقى خبرات فنية. هنا لو بصينا على نسبة تمويلات خطوط الائتمان إلى إجمالي تمويلات القطاع الخاص، بنلاقي أنه 70% من التمويلات للقطاع الخاص بتأتي من خطوط الائتمان كانت في سنة 2021. وطبعا على خلفية كوفيد كانت هذه المؤسسات بتساند القطاع الخاص في دول مختلفة من خلال الجهاز المصرفي للدول، والجهاز المصرفي المصري له يعني خصوصية مهمة جدا لأنه شريك أيضا مع هذه المؤسسات من مدة طويلة، وبالتالي لما بتأتي أزمة بيبقى حقيقي مساند جامد جدا من خلال التمويلات اللي هي بتبقى خطوط ائتمان مختلفة. ده يمكن يعني نبذة من المؤسسات الدولية سواء متعددة الأطراف أو ثنائية اللي بتتعامل معها جمهورية مصر العربية. وإحنا دورنا في وزارة التعاون الدولي التفاوض مع هذه المؤسسات لما يضمن تحقيق رؤية مصر في تنفيذ مشروعاتها المختلفة في قطاعات مختلفة. وزي ما أشار الدكتور مصطفى امبارح في العرض إنه حتى المشروعات اللي بتقوم بها الدولة بيقوم بتنفيذها القطاع الخاص، يمكن ده هنسمعه من المهندس أحمد السويدي في أكتر من مشروع. طيب، حزم متنوعة من آليات وأدوات دعم القطاع الخاص. عندنا زي ما اتفقنا تمويل المشروعات التنموية الكبرى، ولكن بيبقى في قطاع خاص بيقوم بتنفيذها، وعندنا نماذج مختلفة، مزرعة الطاقة في خليج السويس، عندنا محطة كومومبو للطاقة الشمسية، دي نماذج بسيطة جدا وفي غيرها كتير، فهنا على سبيل المثال وليس الحصر. عندنا الاستثمار قلنا في رأس مال الشركات، ومؤسسة التمويل الدولية IFC بتقوم بده. أيضا في سندات خضراء للقطاع الخاص خرجت مع الأمم المتحدة مع الـ UNDP في صندوق الاستثمار المؤثر Investment أو Impact Investing Fund، وده موجود أيضا زملاء هنا من اللي استفادوا من هذا الصندوق من القطاع الخاص. عندنا تسهيلات للتجارة الخارجية، وده نوع آخر من آليات الدعم للقطاع الخاص. خدمات استثمارية وفنية وبناء قدرات، ودي حاجة مهمة لأنه في مثلا الزراعة بالتحديد برنامج تنمية الريف كان في أكتر من مزارع بشكل مباشر بيستفيد من هذه التمويلات، وأيضا زيادة إنتاجية من خلال البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. ضمانات الاستثمار وهي ميجا جزء من مجموعة البنك الدولي، وميجا بتلعب دور مهم جدا خصوصا في القطاعات الجديدة. يعني في وقت ما كانت مصر بتعمل مشروع بنبان كان في أكتر من 76 مليون دولار ضمانات، كلنا بنسمع النهاردة على الجرين هيدروجين، وفي شركة سكاتك واخدة ضمانات من ميجا ولم تتأتى هذه الضمانات دون العلاقة القوية والتنسيق الكبير جدا ما بين جمهورية مصر العربية من خلال شغلها في مشروعات مختلفة مع هذه المؤسسات. فحقيقة بناء CV أو بناء قائمة من المشروعات اللي بيقدر العالم يتكلم عليها دي بتبقى مهمة جدا في إتاحة تمويلات إضافية. امبارح كان في جلسة الحقيقة وكان في كلام كبير على دعم ريادة الأعمال، وعايز أقول أيضاً إن مؤسسات التمويل الدولية معانا إحنا كوزارة التعاون الدولي، وكان وقتها وزارة الاستثمار، والآن الهيئة في شركة مصر ريادة الأعمال. ده بيعتبر أيضاً دعم مباشر لريادة الأعمال، ويمكن في تفاصيل كتير هنا، ولكن أهم شيء إنه من خلال شركة مصر ريادة الأعمال عندنا حاضنة الأعمال فلك، عندنا أكتر من 4000، وعندنا أيضا EFG فينتك، وعندنا فلات سيكس لابس. كل دي الحقيقة تمويلات بتقدر تتاح لشركات ريادة الأعمال، وعندنا نماذج مهمة جدا في التخارج. يعني الشركات ريادة الأعمال حصل لها incubation وبعد كده كبرت، وكمان يعني قدر إن احنا نباحها، ويمكن مع دولة رئيس الوزراء شركة مصر ريادة الأعمال النهاردة احنا بنتخرج منها كدولة، وبالتالي بنتيح إن ممكن رؤوس أموال إضافية
من المؤسسات التمويل الدولية تكون موجودة فيها. واتكلمنا امبارح على الأكو سيستم في مصر ان هو محفز جدا لريادة الأعمال، بالرغم من انه في بعض الأمور اللي ممكن نقف عليها، واعتقد في توصيات كانت في الجلسة الأخيرة امبارح في هذا الصدد. المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايضا، احنا عندنا اكثر من 2600 مشروع صغير ومتوسط استفاد من هذه التمويلات، اجمالي التمويل اكثر من مليار و300 مليون دولار على مستوى الجمهورية. الجهات المستفيدة طبعا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارات مختلفة بتقدر تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه التمويلات، واخيرا شركاء التنمية اللي بيساندوا المشروعات الصغيرة والمتوسطة زي ما احنا شايفين في نبذة منهم. الدعم بقى والآليات غير المباشرة، غير مباشر قلنا دعوم فنية، تمويلات لمشروعات بتنفذ من خلال القطاع الخاص، وأيضا مع بعض المؤسسات زي البنك الدولي وغيره بتقوم الدولة بوضع إصلاحات وسياسات، وبنقدر ناخد على هذا تمويل لدعم عجز الموازنة. وأعتقد ده حصل في يعني في 2020، كان يعني برنامج مهم مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار، وأيضا مع البنك الأفريقي للتنمية. أنظمة التمويل وهنسمع عنها أيضا من بعض الحضور، قروض ميسرة زي ما تكلمنا سواء من خلال البنوك المحلية، و80 منها بتبقى بتكلفة استثمارية للمشروع. عندنا دعوم أو منح، وهنا عايزة أقول كلمة مهمة لأن دايما بيتقال مصر ليه ما فيهاش منح كتير، إحنا عايزة أقول إن 15% من محفظة التمويلات الميسرة بتأتي منح. يمكن كانت النسبة دي أكبر قبل كده، وكانت أكبر ليه؟ لأن مصر قدرت إنها تتخرج من دولة منخفضة الدخل إلى دولة متوسطة الدخل، فدائماً الدول متوسطة الدخل بيبقى عدد المنح المتاح لها من المجتمع الدولي أقل من الدول منخفضة الدخل. فهنا في ميزة إن إحنا بقينا دولة متوسطة، لأنه أصبحت التمويلات المتاحة للمشروعات الكبيرة بمشاركة للقطاع الخاص، ولكن المنح بتبقى دائما موجهة لدراسات الجدوى في بداية المشاريع. عندنا أيضا زي ما قلنا تسهيلات تجارية، ضمانات، وفي أخيرا البلندد فاينانس أو التمويل الهجين، ودي نقطة مهمة ويمكن هتكلم عليها في النهاية، لأنه اللي بيحصل النهاردة إن المؤسسات التمويل بتدي جزء ميسر، وبيقدر القطاع الخاص إن هو يأتي بتمويل كوميرشال أو تجاري، وبالتالي تبقى عندنا يعني متوسط سعر فايدة مناسب لاستكمال مشروعات، خاصة في الـ يعني المجالات الجديدة أو المجالات الحديثة. حضرتك تفضلتي وقلتي أنه وزارة التعاون الدولي عندها إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، وده دشناه في 2020 علشان نقدر نجمع الجهود من خلال منصات تعاون تنسيقي مشترك، فبتبقى دايما الوزارات المختلفة والقطاع الخاص موجود معنا وإحنا بنتكلم مع مؤسسات التمويل. عملنا حاجة تانية مهمة، موضوع أهداف التنمية المستدامة أصبح مهم لأن كل دولة بتقول هي حققت منه قد إيه، فعملنا مطابقة لهذه المحفظة مع أهداف التنمية المستدامة، وهنوري حضراتكم، وده بيعكس ما قاله الدكتور مصطفى امبارح، سرد المشاركات الدولية الرائدة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص. دايما لما بنقدر نفتح أو نتكلم عن مشروعات قائمة ومحققة كثير من النتائج الإيجابية بنقدر نفتح شغل جديد، فكان ده أيضا من أهم المبادئ في هذا الإطار. طب بنحاول نحقق إيه من هذه المبادئ؟ تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي. وعايزة أقول أنه في حوكمة شديدة جداً في موضوع الحصول على التمويلات الإنمائية، في لجنة الدين بيرأسها رئيس الوزراء، كل يعني تمويل بيأتي من الخارج بيبقى مدقق من ناحية دراسات الجدوى لحد ما بيوصل مجلس النواب، فإحنا عندنا موافقات تنفيذية، موافقات بتبقى فنية، موافقات بتبقى قانونية من وزارة الخارجية، وأخيرا تشريعية، وبالتالي في إطار محوكم جدا للحصول على هذه التمويلات. حاجة تانية مهمة، دورنا دايما أيضا، وهنا يعني إحنا بنقول التمويلات لتحفيز القطاع الخاص، ولكن في استراتيجيات بتضعها الدولة مع مؤسسات التمويل الدولية أو الجهات الدولية. هذه الاستراتيجيات بيبقى مضمون فيها شغل الدولة مع القطاع الخاص وتحفيز القطاع الخاص. ويمكن هنا أنا مش يعني مش هخش في التفاصيل، ولكنها متاحة للحضور.
في يمكن عامل مشترك ما بين جميع الاستراتيجيات، هما ثلاث كلمات مهمين جدا: العمل على اقتصاد مستدام وشامل انكلوسيف، وهنا انكلوسيفيتي معناها قطاع خاص، معناها مرأة، معناها شباب، ان هو يبقى رقمي، وكلنا عارفين ان اصبحت الرقمنة سواء كانت في عمل الشركات او حتى في ريادة الاعمال هو ده الاساس. ونمرة ثلاثة انه يبقى اخضر، لانه طبعا التغيرات المناخية بتلعب دور كبير. فدول ثلاث كلمات عامل مشترك ما بين ما تقوم به جمهورية مصر العربية مع المؤسسات، وبالتالي ده اللي بيفتح افاق مختلفة مع المؤسسات. هنا احنا اتكلمنا عن المطابقة. ليه المطابقة هنا مهمة؟ بنجد أنه تقريباً 22% من محفظة التمويل اللي راحت للدولة المصرية راحت للبنية التحتية، وشفنا مبارح أنه ده كان مهم لفتح مجالات للقطاع الخاص، مش بس لسهولة العمل، ولكن أيضاً كثير من هذه الشركات هي اللي نفذت ده. عندنا أيضاً موضوع 9 أنه 20% راحت للمياه النظيفة، وده كان مهم جداً زي ما شفنا مبارح للجزء الخاص بالاستثمار في العنصر البشري. وبعد كده المشروعات اللي هي الطاقة الجديدة والمتجددة 17%، وده كان مهم جداً لأنه يعني إزاي الدولة المصرية من 2014 للنهاردة قدرت تقوم ب أو كانت الاستراتيجية أن احنا بنروح للطاقة الجديدة والمتجددة. سريعا البنية التحتية الداعمة للقطاع الخاص، دي بعض النماذج بالأرقام، غير كده رفع كفاءة رأس المال البشري. ومبارح اتكلمنا في كذا جلسة عن أهمية عنصر بشري قادر على المشاركة مع القطاع أو يبقى موظف عند القطاع الخاص، وهنا عندنا أكتر من نموذج لمشروعات بتساعد في ده. هنا يعني يمكن الناس ما تعرفش كتير إنه مشروعات معالجة الصرف الصحي أو مشروعات بنبان أو مشروعات المترو كلها ممولة بتمويلات ميسرة من شركاء التنمية، وبالتالي ده في أكتر من ميزة، ما بيبقاش تكلفته عالية لو أنا بقارن بمجالات أخرى للتمويل أو خيارات أخرى للتمويل. نمرة اثنين إنه قدرتنا على التعامل مع أكتر من شريك تنموي في نفس الوقت، بنجد على مترو خط مترو واحد الصين، اليابان، فرنسا ومؤسسات تمويل دولية. فلو بنتكلم على تعاون متعدد الأطراف في ظل ظرف حرج جدا دوليا، مصر بتقدر تعمل ده من خلال المشروعات، ودي نقطة مهمة. امبارح كان في موضوع الصوامع والأمن الغذائي، كتير من هذه الصوامع أيضا تمويلها من مؤسسات تمويل دولية وقام بتنفيذها القطاع الخاص. مشروعات عديدة موجودة. هنا تكلمنا على شركة مصر ريادة الأعمال، عندنا أيضا أورنج كورنرز مع الهولنديين، وعندنا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هختم بحاجة يمكن مهمة، ويمكن هذه القاعة شهدت برنامج مهم اسمه برنامج نوفي، هي منصة وطنية مبنية على مشروعات في استراتيجية مصر 2050 للمناخ. الفكرة من هذه المنصة أنه يبقى فيه تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وكثير من الشركات اللي موجودة هنا النهاردة في القاعة الحقيقة بنشتغل معاها علشان نأتي بتمويلات بنسميها تمويلات هجين أو البلندد فاينانس، عشان نقدر ننفذ مشروعات خاصة بالمياه، بالطاقة، وبالغذاء أو بالزراعة طبعاً، وده بيتيح لنا أنماط مختلفة للشراكات الدولية. وفي هنا كيو آر كود للموجودين لده. يمكن حاجة أخيرة أقول عليها إنه المبادرات الخاصة، المبادرات الرئاسية زي 100 مليون صحة، كان في أيضاً تعاون مع البنك الدولي. ولو بنتكلم على التأمين الصحي الشامل اللي هو أيضاً بيساند، وهتبقى الشركات القطاع الخاص جزء من التأمين الصحي الشامل مش بس الحكومة، ده أيضا تحفيز للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية. عندنا غير كده زي ما اتكلمت على الاستراتيجية الطاقة واستراتيجية الهيدروجين الجديدة، ده أيضا بنقوم الإعداد به مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي. وأخيرا في مبادرة
مع الأمم المتحدة اسمها شباب بلد، وهذه المبادرة منصة ما بين القطاع العام والخاص والشباب للتعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة. فأنا هختم على هنا، ولكن في توصيات عديدة جداً إزاي نقدر نحن نتوسع في ده، ولكن كان من الضروري بمكان أن يبقى معلوم أنه التمويل اللي بيأتي للدولة من المؤسسات التمويل الدولية ليس مختصر على القطاع العام فقط، ولكن أيضاً القطاع الخاص بيستفيد. وفي سنتين صعبين جداً أو البعيد تاني 2020 و2021، مش بنقول الرقم بتاع 22 لحد لغايه اخر السنه، ولكن قدرنا ان احنا نحشي التمويلات مهمه جدا للقطاع الخاص في ظل ظرف صعب. واسيب يعني زملائنا من القطاع الخاص ممكن يعلقوا على ده. شكرا جزيلا.